السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله رايح نشارك معكم فطوري الصباحي اللي قدمته على الطريقة التركية. رايح إن شاء الله نشارك معكم بزاف تاع الوصفات، بقوا معايا. عندي الخيار اللي راح نقطعو الى غنديلات، عندي دي طومات سوغيز. شوفوا البنات، لا كان ما عندكمش طومات سوغيز ماهيش متوفرة عندكم، تقدروا تحطوا الطماطم العادية. وتاني عندي نوعين من الجبن، جبن الساندويتش وجبن الطلي اللي حنقصه على شكل مربعات. الاجبان انا حطو واش عندكم، اللي عندها شيدر، لكن عندكم بارميزون، لكن عندكم غرويير، حطوا الفرماج اللي عندكم. الوصفه الاخرى اللي حنديرها، انا حندير اومليت او زيبينار. دونك هنا حنحط العظام، حنحط السلق ولا السبانخ، حنحط لا كريم ليكيد، شويه فرماج غابي، لوريغو، الملح والفلفل الابيض.
ندير تاني هاد الوصفة اللي هي جد صحية. دونك واش نحتاجو الوصفة؟ نحتاجو ياغورت دو بريفيرونس يكون ياغورت ناتشور، انا ما عنديش، دونك درت هذا لو ياغورت فرويتي. حندير تاني نستعمل الشوفان، وحنحتاج دي زامون.